هنا بشراكة بالعاصمة، كلما اقترب عيد الأضحى يتحول هذا المكان إلى نقطة بيع للكباش، مثل الكثير من نقاط البيع العشوائية بجنب الطرقات أو وسط بنايات عمرانية. محفوظ ستيني من قاطني بلدية الشرقة لا يجد حرجا في تحويل هذه المساحة إلى ملكية مؤقتة لبيع الأضاحي. حجته في ذلك ارتفاع أسعار الكراء في المناطق النظامية المخصصة للبيع. كل عام الكباش نديرهم هنا، أنا ما عندي حتى ديرونجمون، راني في تريطوار تاع بارك الدنيا، وحاشاك هاي راح شوف واش كاين الزبالة هادية اللي راهي برا لا بروف، أنا نقيها كاع ونحط نورمال، ما كاش واحد ديرونجيتو. لا كاين تحت كيما طريق عين بنيان هذيك، راهم دايرين تما ديك دي بتي كارو 10 ملايين، ما تصورش 10 ملايين، تبيع 100 كبش ما تصورش 10 ملايين، تعطي له 10 ملايين لهذاك وتزيد تقعد معاهم، أنا نقعد هنا قدام داري خير. مواطنون يقطنون بالقرب من نقطة البيع هذه، يحبذون أن يعمم عرض الأضاحي بهذا الشكل، فالتنافس حسبهم يساهم في انخفاض الأسعار وفي تقريب الأضاحي من السكان. أنا بور موا ساعدني باسكو أنا جنسكون جوست أكوتي، علاش لازم نفواياجي ما باش حال نروح 200 ولا باش حال كالكو كيلومتر باش نشري كباش، وهنا عند جاري هنا جوست أكوتي، ياك تشوف مسقم هذا راه حاجة مليحة. لا بروف ميم أنا عندي أصدقائي جبتهم لهنا باسكو أنا عجبني النقي، وان بليس البري تاعو ريزونابل. في حين يستهجن اخرون تحويل مناطق سكنيه الى اسواق لبيع الاضاحي. كاين دي بوينت فونت لي جينيو، واحد اللي ساكن في باطيمه يدي حانوت من تحت للريحه تطلع للفوق سي نورمال، انت ماشي ترفها على داري انا، وكاين دي بوين وين ماشي بلاصتها. نقاط البيع النظامية التي حددتها السلطات تبقى غير تشجيعية للموالين بسبب صغر حجمها، هذا ما يعكس الانتشار العشوائي لبيع الأضاحي وفق جمعية حماية المستهلك. لما نشوف في بعض البلديات يضعون نقاط بيع 20 متر على 10، الموال لن يأتي إلى هذه النقطة. الموال لما يجيب الشاحنة تاعو، الشاحنة تحمل ما لا يقل عن 60 خروف، وين راح يحطها لك أنا في 20 على 10؟ بين خلق التنافس لانخفاض الأسعار من جهة وتشويه الأماكن العمومية من جهة أخرى، تبقى نقاط بيع الأضاحي تصنع جدلا كل محل عيد الأضحى دون إيجاد حلول ترضي المواطنين والموالين على حد سواء.